البداية طبعا هتكون مع أخبار فريقنا الأهلي اللي وصل امبارح للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد يوم السبت الجاي إن شاء الله في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ترأس البعثة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وكان في استقبال البعثة الأستاذ عمر منيب قنصل مصر في المغرب والسيد عمر شعيب مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة، ونقلوا للجميع تحيات السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب المتواجد حاليا في القاهرة واللي هيعود للمغرب النهاردة إن شاء الله. برضو حابين نفكر حضراتكم بقائمة الفريق اللي اختارها موسيماني المدير الفني للسفر الى المغرب واللي هتبتدي تدريباتها النهارده ان شاء الله. القائمه بتضم محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود وحيد، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد هاني، احمد فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشه، جونيور اجايه، صالح جمعه، حسين الشحات، احمد الشيخ، وليد سليمان، محمود كهربا، مروان محسن، واليو بجي. كمان هينضم الانجولي جيرالدو الى بعثه الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركه في معسكر بلاده، ونفس الشيء هيتكرر مع التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق اللي هينضم النهارده ان شاء الله للبعثه في المغرب بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في المعسكر الاخير. احنا يمكن يا كريم من امبارح كمان في بدايه حلقه 10 الصبح في الاهلي واحنا بنتكلم وبنغطي مع حضراتكم خطوه بخطوه ولحظه بلحظه، ويمكن برده امبارح من الساعه 2 زي ما كنا بننوه التغطيه كانت مستمره، ويعني اعتقد كل البرامج في القناه عندنا كانت بتغطي البعثه ويعني الاجواء هناك ازاي، واحنا مستمرين برده في تغطيتنا لغايه ان شاء الله يوم السبت هو يوم المباراه بقى الحاسمه. ضروري كمان ان احنا نطمن حضراتكم على الاجراءات هنا الطبيه للبعثه في المغرب وكمان البرنامج التأهيلي لبعض اللاعبين. دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالأهلي بيرافق هنا الفريق للإطمئنان طبعا على كافة الإجراءات، قال كمان أن الأمور هنا بتسير بشكل جيد في إطار طبعا اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة أفراد البعثة. خليني أقول لحضراتكم كمان أن دكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي للفريق اطمأن على كافة هنا الإجراءات الاحترازية والوقائية، ده طبعا وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة المصرية. عن بقى هنا البرنامج التأهيلي تحديدا لمحمود كهربا لاعب الفريق، الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيلي مكثف ده لتنفيذه خلال تواجد بعثة الفريق بالمغرب لتجهيزه بقى للمباراة، وكمان هيخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مع فحص أكيد مستمر خلال تدريبات الفريق. كل التوفيق لفريقنا مرة تانية إن شاء الله. إن شاء الله.